صباح الخير على كل مشاهدين برنامج شباب على الهوا، ورجعنا لكم في حلقة جديدة. وهيكون موضوع فقرتنا هو المرأة العاملة. يعني ايه مرأة عاملة؟ يعني مرأة قوية قادرة ان هي توافق ما بين بيتها وشغلها واولادها لو عندها اولاد. وده برضو الكلام ده بيعود على الانسة اللي هي مش متزوجة، ان هي قادرة تستقل لنفسها وتشيل امور حياتها. خلوني الاول ارحب باصدقائي. اهلا بك يا فيروز. اهلا بك يا ملك، واهلا بك يا ملك، واهلا بالجمهور. واهلا بك يا ملك. اهلا بك يا ملك، واهلا بفيروز، واهلا بالجمهور. خلينا نرجع لموضوع فكرتنا. موضوع فكرتنا هو المرأة العاملة. عايزين نعرف انتم مع ولا ضد ان الست تشتغل وتوفق ما بين زوجها واولادها؟ ده مع ولا لا؟ او برضو البنت اللي هي الانسة اللي مش متزوجة ان هي توفق ما بين دراستها وشغلها. ايه رأيكم في الموضوع ان انتم بنات يعني وكده؟ بصي، انا معاكي جدا في حاجه زي دي، ان عادي البنت انها تقدر تشتغل وهي عادي متزوجه برضو. ممكن مش شرط انها ممكن تشتغل بره، هي ممكن عادي انها تشتغل برضو اونلاين من البيت. يعني هتقدر برضو توفق ما بين برضو الشغل في البيت وبرضو توفق ما بين بره، بس ده لو هي متزوجه. لو مش متزوجه عادي انها كده كده جنب دراستها، الحاجات دي بتبقى عاديه، يعني مش هتبقى مشكله، مش هتبقى عائق يعني. بصي، وانا تماما انا معاكي في فكره ان هي لو طالبه تشتغل عادي، وفي بنات كتيره جدا جدا بيعملوا الموضوع دوت وما بيبقاش فيها اي مشكله. بس فكره ان هي تشتغل لو هي متزوجه، موضوع الاونلاين ده انا مش مقصودش بيه موضوع الاونلاين خالص، انا اقصد موضوع اللي هي تنزل. هل هي هتعرف تنزل تشتغل وزوجها واولادها، ولو عندها دراسه مثلا كتعليم لاولادها وكده، هتقدر توفق ما بين كل ده؟ في ستات كتير قوي قادرين ان هم يعملوا ده، قادرين ان هم يوفقوا ما بين بيتهم وزوجهم واولادهم وناجحين وكمان واخدين مناصب عاليه جدا. انا معاكي، اللي هي اكيد الست لازم تعمل نفسها كارير وتعمل نفسها حاجه كويسه أكيد. بس انا بتكلم في شيء ان هي اكيد هيحصل عندها ضغط في الشغل، فيأثر بقى على البيت، يا اما مثلا عندها ضغط في البيت هيأثر على الشغل، مش هتعرف توازن ما بين الاثنين. بس زي ما فيروز قالت ان ممكن تشتغلي اونلاين، ودلوقتي في حاجات بتاعت لوكال براند كتير، ممكن تعملي حاجه اونلاين او تظبطي وقت شغلك مثلا ما بين ما الاولاد في الشغل وجوزك في شغل. تمام. فانت قاعده فاضيه. الاونلاين دوت انا ما بتكلمش فيه، لان الاونلاين ده اي حد ممكن يعمله عادي، يعني ممكن اي حد يشتغل لو بيشتغل شغلانتين والاونلاين ده يرجع يشتغله بالليل، ده عادي ما فيهاش مشكله. ماشي، هو برضو الشغل الاونلاين هو بيبقى عادي، ولو انت بتتكلمي مثلا مش شرط شغل اونلاين في البيت، هي ممكن عادي توفق برضو ما بين بره وجوه برضو لو هي بتشتغل بره. يعني ده برضو بتتفق بيه مثلا ان هم مع جوزها وكده، ان هم بيظبطوا حاجه زي دي مع بعض، يعني دي مش هتبقى عائق مثلا في نقطه الاونلاين. يعني انا برضو ما اقصدش الاونلاين خالص، انا اقصد كنزولها. هي اولا هتتعرض لحاجات كتير، ده اولا. ثانيا انا الفكره الاساسيه بقى ان هي تكون متزوجه، هتعرف توفق؟ لو هتعرف توفق طبيعي ما فيش اي مشكله، وهتبقى انسانه ناجحه وتعرف توفق ما بين بيتها وما بين شغلها. بس لو مش هتعرف توفق دي هتبقى هي المشكله. انت عارفه ان برضو من اساس المشاكل اللي انت بتقولي عليها بيبقى في مشاكل ما بين الزوج والزوجه، لان مثلا في ضغط مصاريف على الزوج، ان هو مثلا في ضغط مصاريف والحاجه غاليه وان هو مش قادر يشيل المسؤوليه. ممكن تشيل حمل صغير من عليه ان هي تشيل ده، يعني ممكن تساعده بده. بصي، هي تشيل حمل صغير من عليه، بس مش دايما، لفتره محدوده، لان برضو الست بتبقى ملزمه من الزوج، ملزمه لو هتساعده تساعده لفتره، لان هي مش ملزمه بحاجه زي دي. يعني انت مثلا دلوقتي انا نزلت اشتغل وهو نزل يشتغل، فانا مثلا الفلوس اللي انا بشتغل بيها نصرف بيها على نفسي بس كده؟ إيه، لا، الفلوس دي حاجه تخصك انت، هو برضو ملزم. احنا الاثنين بننزل ان احنا نشتغل علشان مثلا نوفق الدنيا مع بعض. انت لو لقيتي بس ما تتشاركوش، يعني هو مثلا لو هو مقتدر على مصاريف البيت، انت مش ملزمه ان انت تدفعي في البيت. بس انت لو لقيتي زوجك مثلا متعثر في حاجه وان هو مش قادر يعملها، اولادك محتاجين حاجه، فانت دلوقتي لا انا لفتره معينه مش هقدر، هو اصلا واحد بيصرف عليا وعلى بيتي وعلى اولادي، فطبيعي ان انا اساعده. انت عارفه ان في رجاله كتير اصلا مع ان الست تتجوز وبتسبورت ليهم جدا وبيساعدوهم مع ده، يعني في رجاله كتير قوي. ماشي، ده كلام لو انا اكون داعم ليكي، اللي انت بتعملي حاجة بتشتغلي في حاجة تكون تعملي كارير لنفسك، مش هكون داعم ليكي علشان امور معينة، عشان ماديا مثلا. اكيد، تمام، ماشي، مش عشان ماديا وعشان ده وعشان ده، بس احنا بنقول ان هي ممكن تساعد في حاجة. يعني انت بتقولي مشاكل والبيت وان هي توازن ما بين ده وده، هي ممكن تقدر تساعده بحاجة بسيطة، فاهمة؟ تساعده بحاجة اللي هي، يعني انت قصدك ان هي تنزل تشتغل يعني علشان تساعده مش شرط بمبلغ بسيط مثلا في البيت فيخفف من حمل البيت؟ هي كده كده بتنزل اصلا الشغل علشان تساعد في البيت، يعني
انت فاهمه؟ لا هي مش كل اللي نازلين يشتغلوا هما بيبقوا نازلين يشتغلوا عشان يساعدوا في البيت. طيب ما لو انا هشتغل لنفسي، فلنفترض لو انا هشتغل لنفسي، طب دي حاجات هتبقى ليه، بس انا اكيد برضو هساعد في البيت. بصي هو انا كده كده انا ما بتكلمش في الزون بتاعت اللي انا ادفع في البيت او ما ادفعش، وكده كده كرأي ملك الشخصي ان هي ما تدفعش في البيت الا لظروف معينه وبرضو الوقت معين مش دايما. طب انت شايفه مثلا ان او انتوا شايفين عامه ان الست تقدر ازاي ان هي توافق ما بين بيتها وزوجها؟ يعني توافق ما بين ده وده ازاي؟ بصي هي ما بين بيتها والشغل هو طبيعي هيحصل عندها فتره ضغط ايا يكن من البيت او من الشغل، هيأثر على حاجه منهم. هي لو هتعرف توازن ما بين الاثنين تشتغل عادي، لو مش هتعرف توازن ما بين الاثنين هيبقى الاولى بصراحه بيها للبيت. يعني لا انا لو شايفه مش هتعرف توازن ستات عادي انها تقدر توازن ما بين الاثنين، لان في ستات كتير جدا بتعمل ده. ايوه ما هي لو في ما هي في ستات فعلا كتير جدا بتعمل ده، وانا مش ضد الفكره دي اصلا، انا معاها ان الست تنزل تشتغل، بس هتعرفي توازني. يعني انا دلوقتي رايحه اخد خطوه، هعرف انا قد الخطوه دي، لو قدها تمام، مش قدها اتراجع وما اخدهاش اصلا. بص هقول لك على حاجه، انا من وجهه نظري كملك انا شايفه ان الست ان هي تقدر تشتغل. الست اصلا دلوقتي ما بقتش نص المجتمع، بقت المجتمع كله، ان هي قادره تعمل ده وتشتغل وتبقى قويه وتثبت نفسها. عايزه اقول لك ان دلوقتي بقى قريب جدا والستات بتشتغل في كل الاماكن، خلاص بقى مجتمع اصلا بيأيد ده جدا. انت لو لاحظتي مامتي ومامتك واختي وقرايبنا واصحابنا معظمهم بيشتغلوا خلاص دلوقتي، بقى معظم الستات بتشتغل. ايوه انا مش انا هرجع تاني في النقطه تاني، انا مش ضد الفكره، انا بس ضد ان هي تبقى الشغل النمبر 1 في حياتها، فده لا. لا مش شرط، هو في ناس عادي برضو، هنرجع نقول تاني ان في ناس بتوفق ما بين الشغل وما بين برضو البيت. بس هقول لك على حاجه يا فيروز، ده عادي. يعني مثلا دلوقتي مش معنى ان هي واحده بتشتغل فان هي مثلا ممكن تهمل ولادها، ولادها بعد كده ممكن يطلعوا اصلا مستويين نفسيا فاقدين مامتهم. في ناس بتعمل ده، يعني لو انت قادره على ده تعمليه بقى، لو مش قادره على ده ما تعمليهوش برضو. يعني ده عادي ان هو بيساعد برضو معاها، يعني مش كل حاجه هتبقى عليها في نفس بس الوقت. خلينا متفقين ان التربيه بتبقى الاولى والاخيره ان الست، لانها هي اللي موجوده في البيت. ماشي، ما هو لازم انا اللي متابعه. يعني مثلا انا متابعه الطفل دوت راح فين، جه منين، عمل الهوم ورك بتاعه، راح المدرسه، اكل، شرب، كل الحاجات دي بتبقى الام اللي متابعه. ما هي الفكره ان انت تقدري توازني بقى ما بين ده وده. تقدر توازن، توازني ما بين ده وده وتكوني امراه مستقله. انت عارفه ان انت لما تكوني ناجحه في شغلك وفي حياتك هتطلعي اصلا اولاد ناجحين، اولاد قد المسؤوليه، طالعين عارفين ان مامتهم قد المسؤوليه، طالعين قد ده. ايوه تمام، انا معاكي جدا. اللي هي يعني انا بتكلم ان الست تكون ناجحه وتكون حاجه كويسه وتعمل كارير لنفسها، بس في نفس الوقت تدي برضو مساحه كبيره شويه في حياتها للبيت، لان الزوج عايز الست في البيت، وعايز والاولاد عايزين برضو مامتهم في البيت. طبيعي انك تدي حق اولادك حقهم وتدي زوجك حقه وتدي شغلك حقه. أيوة. في ناس كتير قوي قادره ان هي توزن ما بين ده وده، قادره ان هي تشتغل دلوقتي وتوزن ما بين شغلها وزوجها واولادها، وناجحين جدا وواصلين لمناصب عاليه قوي. ايوه طبعا دي حاجه كويسه جدا ان الست ان هي تعمل دوت وتشتغل، بس هي الفكره بس انها تقدر توازن. هي دي مشكلتي، ان الست لو ما قدرتش توازن تختار البيت. طبيعي ان هي توازن، وان هي توازن ما بين ده وده، واهم حاجه عندها يكون برضو شغلها يكون اساسي بالنسبه لها. ايوه تكون اصلا بتشتغل من قبل ما تتجوز. في ستات كتير قادره ان هي تعمل ده وتكون ناجحه فيها. يعني ايوه طبيعي تكون ناجحه في شغلها، تكون ناجحه في حاجه زي ديت، بس ان هي بس تاخد مساحه. انا زي ما بقول لك بس هي تاخد مساحه عشان تقدر توفق في البيت. بس هو انا معاها في حته زي دي، بس انا هو برضو زي ما الدور بيبقى على الام برضو بيبقى مع الاب، بس هو بيبقى على الام اكتر. هو بيبقى على الام برضو أكتر. لازم ان هو يبقى ليه دور برضو. ما هو دور الاب بيبقى دايما في حاجات معينه، مش بيبقى دايما يعني دوره مثلا كفلوس بس، يعني لا مش بيبقى كفلوس، ليه دور كتربية. حاجات كتير. ما هو كتربيه بس، العامل الاساسي بتبقى الام اكيد. يعني هي انت ماشي بتقولي ان العامل الاساسي تبقى الام، انت عارفه ان لما تكون العامل الاساسي الام ان هي طالعه قد المسؤوليه دي، ان هي مستقله بتطلع اولادهم قادرين على ده. في بنات تانية بتطلع ان شايفه مامتها مش متجوزه فبتروح ان هي تشوف واحد بقى غني وعايش عايشه كويسه ومش عارفه ايه. لا هي لو طالعه شايفه مامتها ده فهي تطلع على ده. ما بحبش دايما التفكير اللي بيبقى كده، بحس انه مش بصي هو ما فيش حد زي بعضه. يعني ما فيش ممكن البنت في جينات، في صفات مثلا واخده صفات من مامتي بس مش كلها،
يعني ما بقاش واخده كل حاجه، حتى لو مامتها مثلا مش احسن حاجه هي بتبقى كويسه. انا شايفه ان الست تكون اهم حاجه عندها المسؤوليه، وان هي تكون قد التحدي دي، وان هي تكون قادره، وان هي تكون بتشتغل وتكون نفسها قبل اي حاجه، قبل لا. اصلا ما تتجوز. بصي هي قبل ماشي، اتحطت انها اتجوزت، اتحطت انها بقى عندها اولاد، فمش هتكون انها قبل اي حاجه، لا برضو عندها اطفال، عندها اولاد في البيت، فالمفروض تخلي بالها منهم، علشان هم دول اللي هيطلعوا، هم دول واجهتها. يعني هي لو اهملت فيهم واجهتك، يعني لو طلعوا مش كويسين. طبعا الموضوع في الكلام ده ما بيخلصش والنقاش فيه ما بيخلصش، بس انا عايزه اقول حاجه لكل ست، لو انت عندك الفرصه انك تشتغلي وتحققي نفسك وتكوني قويه اعملي ده، لان الست الناجحه بتطلع اجيال ناجحه ينفعوا بلدهم ومسؤولين عن كل حاجه. والبنت برضو لو عندك الفرصه انك تعملي ده اعمليه، وكوني قويه وكوني نفسك، ولو ما عندكيش الفرصه خلقي الفرصه اللي تخليكي قويه. ودلوقتي تكون خلصت حلقتنا، ونشوفكم بعد الفاصل في فقره جديده مع اصدقائي. ورجعنا لكم بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، والنهارده فقرتنا فقره توعيه. احب ارحب بزمايلي نورهان ومنى. اهلا بك يا منى. اهلا بك يا نورهان. اهلا بك يا منى. النهارده هنتكلم عن التحرش، واللي هو منتشر بنسبه كبيره جدا جدا في العالم كله، مش في مجتمعنا المصري بس. خلينا نعرف يا منى ايه مفهوم التحرش. طيب اول حاجه، احنا عندنا التحرش ثلاث انواع مش نوع واحد بس. عندنا تحرش لفظي وجنسي وبصري. التحرش اللفظي اللي هو الولد ممكن يكون يعلق على بنت، يعني طول ما هي ماشيه يعلق على جسمها او كده. التحرش الجنسي طبعا كلنا عارفينه. اما التحرش البصري بيفضل ماشي بصص على تفاصيل جسمها كده، يعني بشوف ان ممكن لبس البنت هو اللي يخلي الولد يعمل كده. اختلف معاكي جدا جدا، اللبس مش عامل اساسي خالص ان الولد يتحرش بالبنت، بل ده هو بيبقى اصلا مشوش نفسيا، بيبقى مريض نفسي اللي هو بيعمله. ايه رايك يا نورهان في القصه دي؟ لا انا اختلف طبعا رايي عن منى، لان اساسا البنت دي عندها حريه شخصيه ان هي عادي تلبس اللي هي لابساه، زي ما هي زي ما الولد ليه حق برضو البنت ليها حق. ما ينفعش ان انا ادي للولد مساحه ان هو يعمل كده واجي على البنت اقول لا انت ما ينفعش تلبسي، لا ما ينفعش تعملي. فلا طبعا اختلف على رايي كمان. الفكره مش فكره لبس بس، احنا عندنا تحرش لفظي وتحرش جسدي، وعندنا كمان تحرش الكتروني اللي هو منتشر بنسبه بالزبط. كبيره جدا جدا اليومين دول. يعني لما حد بيخش يتحرش ببنت على الواتساب، مش بتبقى لابسه بقى قدامه قصير او ميني جيب او هكذا، ده بيتشات معاها بكلام مش كويس، بيبعت صور مش كويسه وهكذا، وبرده بيبقى تحرش. هو كده هو اساسا ما شافهاش، فازاي لبس وازاي بيتحرش بيها زي ما حضرتك بتقولي. ماشي تمام، بس انت بتقولي البنت عندها حريه، طب هي اصلا البنت دي جابت الحريه منين، او جابت طريقه اللبس ده منين؟ ما هي جابت طريقه اللبس ده من الناس اللي هم امريكا، الناس التانيه مش احنا، يعني في الغرب او كده تمام. ففي هم عندهم الدنيا منفتحه شويه، احنا عندنا كمجتمع عربي ده في غلط. يعني هما دايما، حتى احنا اصلا مجتمع ذكوري شويه، فممكن دايما بيشوفوا ان البنت لا، البنت مش من حقها انها تعمل كده، البنت مش من حقها. فاهمه قصدي؟ احنا قلنا في الاول ان التحرش منتشر في العالم كله، مش بقى في المجتمع الغربي او في المجتمع المصري. احنا كده اختلفنا في الراي. ايه رايك يا نورهان؟ لا انا شايفه زي ما حضرتك ما قلتي، ايوه، ان احنا اساسا التحرش في كل البلاد مش مصر بس، برضو بره برضو. بس الفكره ان ما ينفعش اقول للولد انت صح في اللي انت بتعمله، اصل البنت دي لابسه ضيق، اصل البنت دي عامله، اصل هو الولد مش هيقبلها مثلا على مامته او زوجته او اخته، فمش هيقبلها، فليه اساسا تعمل كده في بنات الناس؟ بالظبط. معانا مداخله الاستاذه ايمان محمد نصر المحاميه، اتفضلي. الو الو الو. ايوه استاذه ايمان. ايوه استاذه ندى، اهلا وسهلا بيكي واهلا بيكي برنامجك. اهلا بحضرتك. فقرتنا النهارده عن التحرش، عايزين نعرف راي حضرتك القانوني في التحرش. بصي حضرتك، التحرش ده جريمه وكارثه مجتمعيه بيواجهها مجتمعنا المصري، لان اصلا لنسبة التحرش المسجلة في عام 2021 بس تعدت 98% للأسف. ده حاجة وزي ما بيقولوا جرس خطر كبير جدا ان احنا نوصل للموضوع ده. طبعا بما ان حضرتك فتحت الموضوع، انا برضو حابة اقول ان احنا برضو بقى عندنا وعي قوي جدا بموضوع التحرش دلوقتي. بالظبط. يعني احنا كنا الاول
قبل 30 3 كنا بنخاف جدا من موضوع التحرش، ونقول للبنت لا ازاي هتتكلمي في حاجه زي كده، ولا ومش من حقك وحرام وعيب وما يصحش وفضيحه. احنا عندنا الوعي الكامل الحقيقه والقانون الرادع، ولكن الناس بتخاف، يعني الام بتخاف على بنتها تروح تشتكي. الموضوع دلوقتي بقى فيه وعي اكبر كتير جدا في المجتمع المصري، بقى فيه قانون قوي جدا بينظم الموضوع. انا عايز اقول لحضرتك ان جريمه التحرش دلوقتي بقى جريمه يعاقب عليها مش يعني لمده 5 سنوات، حتى اكتر، 5 سنوات بالظبط، و100 الف غرامه. فالقانون المصري بصراحه جرم التحرش بشكل قوي، وده اصبح مخلي طول ما انت عندك عقوبه رادعه في يعني رادعه للموضوع، انت هيبقى عندك الاليه اللي تخليكي ما تعمليش الخطا ده. بالظبط، تمام. فدلوقتي بقى اصبح ان انت كبنت عارفه حقك كويس قوي، وعارفه ان انت ما ينفعش تبقي ماشيه فينتهك حقوقك وتنتهك كرامتك وتنتهك انسانيتك. بالظبط. وانت كشاب عارف ان في قانون هيعاقبك لو ارتكبت اي خطا تجاه البنت اللي ماشيه في الشارع او السيده اللي ماشيه في الشارع، انت بتهدد امنها، بتهدد سلامتها، بتهدد كرامتها. فالموضوع دلوقتي بقى فيه وعي مجتمعي كبير جدا بموضوع التحرش. بالظبط، شكرا جدا. طبعا الفضل القانون المصري والمشرع المصري في الموضوع ده. بالظبط، شكرا جدا استاذه ايمان، شرفتينا. هي بس هي احب اعلق على استاذه ايمان ان احنا فعلا عندنا قانون رادع وعندنا توعيه كامله، ولكن احنا لسه في حاجز كده، عندنا الخوف ان البنت بتخاف تروح تشتكي وتقدم شكوى عشان خاطر الناس واهلها والجيران وهكذا. لغايه دلوقتي اساسا لما بيحصل مشكله تحرش بتخاف ان هي تروح تعمل محضر، تخاف اساسا ان هي تقول. طب انت ليه خايفه؟ عشان المجتمع وصل لها الفكره دي، لا ما ينفعش تروحي تعملي، لا ما ينفعش، لا ده هيسوقوا سمعتك. طب انا بس هسأل سؤال، هو دلوقتي حضرتك بيحصل كام حاله تحرش في اليوم؟ كتير جدا، كتير جدا. اذا طبعا كان بقى في كل مكان. بالظبط، اذا كان لفظي او جنسي او بصري. بالزبط. بتحصل كام واحد بيتحرش ببنت في الشارع، وممكن يبقى اي حد معدي ما بياخد، يعني الموضوع بقى فعلا حاجه طبيعيه في المجتمع. فده هو الغلط، يعني الغلط ان احنا نسيب الموضوع سايف في المجتمع، اللي هو ما البنت ما تسيبش بقى نفسها ضحيه. اه ده اكيد طبعا، وفعلا تتقدم بشكوى وفي قانون صح بيحميها وبلدها بتحميها، وان هي ما تخافش من اي حد. ايوه صح، بالذات عشان كمان ما تاذيش يعني مثيلتها، ما تاذيش اللي حواليها، اللي تتعرض لنفس الموقف ما تخافش زي ما هي بتخاف. لا، لازم نواجه المشكله وناخد حقنا، ولا غلط غلطه لازم يتعاقب عليها. بالظبط كده. انا شايفه ان اي ولد بيتحرش ببنت ده غير سوي نفسيا اصلا، وبترجع للتربيه، اهله مربوش التربيه الصح، اللي هو المفروض لا انت حط مثلا اختك في الموقف ده او مامتك او زوجتك، فالمفروض انت لا ما ينفعش. احب اضيف نقطه كمان، عندنا في المناطق الشعبيه يقول لك ده اكتر منطقه وصل لسوء تربيه وسوء اخلاق والقصه دي، لا بالعكس، ده البنت في المنطقه الشعبيه اما بتبقى داخله كده من الشارع بتبقى داخله اكنها داخله بيتها، عارفين دي بنت مين وعارفين دي ايه وبيحموها، وعندهم اخلاق وعندهم تربيه وعندهم دين، فاهمه يعني؟ دي بيعتبر دي اخته ودي مراته، فاهمه؟ وهكذا. الفكره مش بقى في المنطقه الشعبيه او الكلام ده، لان دي وجهه نظر غلط عند بعض الناس. تمام، هو ده اصلا بيرجع على اساس بقى الاول خالص زي ما هي قالت التربيه. انا مثلا اهلي لما انا ببقى في منطقه شعبيه، اهلي معلمين، يعني معلمين ولادهم الصبيان ان دي اختك، يعني هو حتى لو بالزبط في حد بيرخم عليها او حد بيأثر عليها او كده، لا يعني حد تعرض لها انت تقف وتدافع عنها. وهكذا في المناطق الشعبيه بتلبس برضو لبس ضيق وبتبقى بشعرها وممكن تلبس لبس عريان، طب ليه ما بيحصلش تحرش؟ طب ما هي دي بتتعرض للتحرش، بس مش جوه منطقتها، هي بتتعرض للتحرش وهي راكبه مواصلات وهي راكبه اتوبيس وهي اي حاجه، انت فاهمه؟ بصي يا منى، التعرض للتحرش في اي مكان وفي اي لبس، مش الفكره بقى المنطقه الشعبيه او هي لابسه ايه او مش لابسه ايه، ممكن تبقى ست كبيره راكبه اتوبيس في مواصلات عامه ويجي واحد غير سوي نفسيا بالمره ويتحرش بيها، ممكن تبقى طفله داخله تشتري اي حاجه من محل او في اي مكان ويتحرش بيها. وبعدين عندنا حالات حيه بنفس الطريقه، ممكن تبقى واحده اساسا لابسه لبس واسع ومحترم وكده ويتحرش اللبس بيها. اللبس مش كل حاجه، ما ينفعش. انا بعيدكم في ان هو مريض نفسيا، دي حاجه كلنا ما نقدرش نتكلم فيها،
بس برضو انا بشوف يعني هو المجتمع كده كده مقسوم نصين، نص شايف ان هو ده من عنده حق وده من عنده حق، واحنا في الاخص بنحترم راي بعض اكيد. بس يعني هو المنطقه البسيطه او المنطقه الشعبيه اللي هم من اجمل الناس هم فعلا بيبقوا بس متربيين على الاساس ده. المنطقه البسيطه دي اكتر ناس عندها اخلاق، اكتر ناس بيبقى فعلا. فيه ايه شهامة ورجولة كده من الولد ومن الراجل، فاهمة؟ ما ينفعش الست حد يضايقها. ما ينفعش الست حتى لو البنت بقى راجعة من الجامعة ولابسة كذا او لابسة بنطلون او لابسة نقاب، او مش الفكرة في اللبس نهائي، الفكرة في الاخلاق، ان احنا يكون عندنا اخلاق. والمتحرش ده غير سوي نفسيا بالمرة. كمان عندنا الحالة حية بسنت، البنت ضحية ميت غمر لما تحرش بها 7 ولاد، هل هي كانت لابسة هم اساسا قالوا هل هي كانت لابسه مش كويس او كده؟ ده 7 اتحرشوا بيها، مش الفكره في اللبس بالظبط. وكمان هم في القضيه اساسا قالوا ده هي مش كويسه. طب هي لو مش كويسه فعلا زي ما هم قالوا هتحرشوا بيها 7 رجاله في نفس الوقت؟ هو طبعا ده مش مبرر اللبس. انا مش بقول ان ده مبرر، وما فيش مبرر لاي ولد ان هو يتحرش بحد، ده طبيعي جدا. فاصل ونرجع لحضراتكم باذن الله. صباح الخير على كل مشاهدينا، احب ارحب بكم في حلقه جديده من برنامج شباب على الهوا. موضوعنا النهارده هيكون عن علاقات السوشيال ميديا، وطبعا الموضوع ده فيه جدل كتير قوي. بعد ما كانت السوشيال ميديا بناخد منها افكار ومعلومات بقى فيه تبادل قوي. طبعا دلوقتي بقى في مجتمعنا الموضوع بقى غريب جدا، زي مثلا ان احنا بنشوف البنات والشباب بيرتبطوا ببعض من غير حتى ما يكونوا عارفين اي حاجه عن بعض، ولا حتى شافوا بعض ولا مره واحده. هنناقش الموضوع ده بالتفصيل، بس احب ارحب الاول بزمايلي اللي منورني النهارده في البرنامج، حبيبه روان. اهلا بيكم. اهلا بيك يا جوليانا. كلميني حبيبه اكتر، عايزه اسمع وجهه نظرك، شايفه العلاقات عن السوشيال ميديا ناجحه ولا فاشله؟ هو من وجهه نظري هي علاقات فاشله جدا. يعني اغلب العلاقات اللي انا شفتها واغلب يعني اغلب الحالات اللي شفتها او مرت قدامي واتحكت لي عامه، هي بتكون العلاقه فاشله. يعني انت بترتبطي بحد انت مش شايفاه وما تعرفيهوش، وبتدي ثقه لحد انت اصلا برضو ما تعرفيهوش. يعني انت مثلا انا ممكن امثل عليكي شخصيه في تليفون غير الشخصيه خالص اللي انت تعرفيها، وفي الاول وفي الاخر انت بتخليكي ان انت تفقدي الثقه في نفسك، وبتفقدي الثقه في الناس، وبتفقدي مشاعرك، لان مشاعرنا دي بتبقى اسمى حاجه موجوده عندنا، فما ينفعش نفرط فيها ونديها لشخص ما يستاهلش. وكمان ان انت انا من وجهه نظري هي حاجه فاشله جدا. يعني ان انت بتدي ثقه لحد انت اصلا حتى لو كلمك وعرفك بيه انت ما تعرفيش ده حقيقي ولا لا، ترتبطي بحد انت ما تعرفيش هو العلاقه بحد في الحقيقه ولا لا، خاطب، متجوز، ايا كان هو العلاقه بحد في الحقيقه ولا لا، ما تعرفيش الشخص كويس. فمن وجهه نظري هي منظومه اساسا فاشله، وحاجه ما ينفعش ان هي تحصل في مجتمعنا. هو انا اتفق معاكي في كل كلامك، وطبعا بيبقى في علاقات كتير جدا بنشوفها بتبقى فاشله وكده، بس زي ما في علاقات فاشله في علاقات كتير جدا ناجحه. يعني لو هنيجي بقى نبص على السوشيال ميديا وكده، هنلاقي مثلا على تيك توك او على انستجرام معظم البلوجر اساسا عرفوا بعض عن طريق السوشيال ميديا، وارتبطوا ببعض عن طريق السوشيال ميديا لحد ما اتجوزوا وبقى في علاقه رسميه وبقى في علاقات ناجحه. يعني مش اغلب علاقاتهم بتفشل، واغلب علاقاتهم اساسا بعد بتبوق بالفشل بعد فتره صغيره جدا من الجواز. زي قصه كانت قريبه بدون ذكر اسماء، قصة بلوجر وكده اتطلقت بعد فترة قليلة جدا، وكان ما بينهم قصة حب مدهشة والناس كلها كانوا حابينها وشايفينهم قد ايه بيحبوا بعض، بسبب ان هم متعرفين سوشيال ميديا ما كانواش يعرفوا بعض، ما حصلش ما بينهم نصيب. الحقيقة مش كل العلاقات برضه تبقى فاشلة، يعني في كتير جدا منهم بينجح، في نماذج كتير جدا برضه بدون ذكر اسماء على السوشيال ميديا ناجحة جدا، وبنتعلم منهم اللي هو احنا فعلا ازاي نكون قد كلامنا وقد وعودنا وقد اللي احنا الحب اللي احنا حبيناه لبعض. مش كل الناس بتعرف تمثل على بعض وبتخدع بعض عشان مجرد ارتباط او تسلية. ما بيكونش في ثقة، مش في كل العلاقات. لا ما يعني انا لو اتجوزت مثلا في حل. بيكون مثلا الراجل، انا دلوقتي اتجوزت زوجتي، اتجوزتها اتعرفت عليها على السوشيال ميديا، فاغلب العلاقات انا ما ببقاش واثق فيها، ماسكه التليفون بتعمل ايه، يمكن اتعرفت على حد تاني او بتكلم حد تاني من الراجل ومن الست، مش من الراجل بس. لا المفروض انا كلمت الشخص ده بما فيه الكفايه، اتعرفت عليه بما فيه الكفايه، فاللي هو لا انا عارفه الشخص ده عشان كده. تقدريش تعرفي شخص من الموبايل؟ ما هو انت اوكي انت بتتعرفي عليه عن طريق السوشيال ميديا، بتفضلوا فتره كده، بس بعد كده بتعرفوا بعض في الحقيقه. ما تعرفوش من الموبايل والله، انت بجد بتهدري مشاعر. خلينا متفقين يا جماعه ان زي ما في علاقات بتنجح في السوشيال ميديا زي ما في علاقات برضه بتفشل، يعني في الاثنين الحالتين موجودين.
ايوه طبعا موجودين، بس عايزه اقول لك ان الحب الافلاطوني بتاع ان انا احب حد من غير ما اشوفه ويشوفني بتكون بتفكر فيه الغالب، يعني الغالبيه العظمى اللي بتكون مؤمنه بيه وبتحب بجد البنات، فهي بتكون مؤمنه بالحب الافلاطوني اللي انا احب ده من غير ما اشوفه ومن غير ما يشوفني وعلاقتنا هتنجح ومش عارفه ايه. وفي الاخر الولد بيبقى داخل للبنت، والله والله بيكون داخل للبنت ان هو انا داخل عندي وقت فراغ، فانا داخل اسلي وقتي او مثلا متضايق ومحتاج حد يقف جنبي، فاخش مثلا محتاج حد يقف جنبي ومفيش، مش شايف دعم من اللي حواليا، هعدي بالفتره الصعبه بعد ما اكلمها شويه وبعدين خلاص هي راحت مشاعرك اتدمرت، بتبقى مجرد بس. هقول لك حاجه، هو طبعا كل ده بيحصل والنماذج دي بنشوفها كتير جدا من صحابنا وعلى السوشيال ميديا وكل ده، بس انت برضو لو جيتي بصيتي هتلاقي نماذج كتير جدا جدا ناجحه عن طريق السوشيال ميديا. على فكره اول ما انتشر الفيسبوك ونزلوا كده في علاقات كتير، زواج كتير جدا حصلت عن طريقه، كانت ناجحه جدا لدرجه ان هم كانوا بيندهشوا ان ازاي علاقه على السوشيال ميديا وابلكيشن لسه نزل تعرفت على بعض وقدرت تبقى علاقه ناجحه، وكانوا بيصادفوهم على التلفزيون بسبب الموضوع ده. فمش شرط ان انا اتعرفت على واحد سوشيال ميديا فلا ده بيلعب بيا، لا ده توكسيك، لا ده بلاير، ممكن كل ده ما يحصلش، ممكن فعلا يكون انسان كويس وشخص كويس وفعلا يحبني بجد ونكمل للاخر. يعني هو دلوقتي في توكسيك بلاير كتير جدا. انا دلوقتي استني بس، انا دلوقتي شاب دلوقتي، فانا دلوقتي انا سبت كل البنات اللي حوالين مني، يعني الاعتقاد ده وصلت له بعد ما شفت حكايات كتير من ناس حوالين مني. فانا دلوقتي في بنات كتير حوالين مني، بشتغل وبروح وباجي وبعمل كل حاجه، شاب عايش حياته زي اي شاب، هسيب كل ده واخش لك على الفيسبوك علشان اتعرف عليكي واحبك؟ طب ما انا حواليا 100 مليون واحده، يعني ممكن يكون حواليا 100 مليون واحده و100 مليون واحد، بس انا مش حباهم، انا لقيت حاجه ولا في البنت دي، لا مش من صوره ولا من شات تقدري تعرفي الشخص، ولا حتى من كلام تليفون. هما ما بيتعرفوش على بعض يومين بيروحوا يتجوزوا، هما بيقعدوا فتره مع بعض يعرفوا بعض يتعرفوا على بعض وينزلوا يشوفوا بعض مره واثنين وثلاثه وبعد كده ياخدوا الخطوه. في ناس ما بتنزلش تشوف بعض، لا دي كده تبقى علاقه فاشله، يعني احنا مش بنقول كده، اغلب العلاقات كده، احنا بنتكلم عن ان هما بيتعرفوا عن بعض عن طريق السوشيال ميديا وبيتكلموا كده، بعد كده فعلا بيفضلوا مع بعض لحد الاخر لحد فعلا ما يتجوزوا، يكون فعلا علاقات ناجحه وبنشوفهم كتير جدا. وانا شخصيا اعرف ناس كتير جدا وبلوجر منهم مشاهير فعلا علاقاتهم ناجحه. بس انا عايزه اقول لك ومش اي حد برضو بيقول ان انا اتعرفت من خلال السوشيال ميديا يبقى هو صادق في كده، اكيد لا طبعا. ومش اي حد يقول لك انا بحبك وما اقدرش اسيبك ومش عارف، لا انت خايفه ان الشخص اللي كلامه معسول، الكلام المعسول ده انت خايفه منه. والله والله كل الكلام بيبقى معسول، انت يعني اقربه من رسائل الازهر، انت ممكن تلاقي ده واحد دخل يقول لك انا بموت فيكي ردي عليا وهو داخل يلعب. هو تعرف ما بقاش كده، تعرف مش انا قصدي على التعرف اللي هو مثلا اتعرفنا على بعض مثلا قعدنا نتكلم عملت لي لايك عملت لي لايك اتكلمنا صح، لا عرفت شخصيتك عرفت شخصيتي كده. معايا اتصال. الو 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 اهلا بيكي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. انا اسمي سحر فريد ومن طنطا، وعلى فكره انا متجوزه عن طريق النت وجوازتي ناجحه جدا جدا. اول جوزي ما تقدم لي اهلي رفضوا والدنيا كلها رفضت وقالوا لي لا وما ينفعش عشان عن طريق النت وكده. قعدنا نكلم بعد شهر، وبعد الشهر كده يعني لقيته انسان كويس، اتقابلنا وتعرفنا على بعض وعايشه حياه سعيده جدا جدا جدا. كان في المحيط اللي انت عايشه فيه بيفتخروا بيه في كل مكان. كان في المحيط اللي انت عايشه فيه ولا كان بعيد عنك؟ هي بتقول لك سوشيال. انا قاعده معاه في طنطا. ايوه نفس المكان. انا حضرتك يعني. سؤال، هو كان من محافظه وانت من محافظه ولا كان معاكي من نفس المحافظه؟ انا كنت عايشه في القاهره وهو كان في طنطا. طيب يعني هو مجرد اصلا زوجته متوفيه. زوجته متوفيه. ايوه ايوه. فانا كان صديق معايا على النت عادي زي اي صديق، وبعد كده كان ذكرى وفاه لزوجته، فانا بعلق تعليق عادي عادي جدا زي ما كل الناس بتعلق. يعني عزيته بزوجته. احب اشكرك جدا. بعد كده اتعرفنا على بعض، بعد كده انا كنت مطلقه وتقدم لي وبقت حياتنا سعيده الحمد لله. ربنا يهنيكم ببعض، ربنا يهنيكم ببعض يا رب. اهو مثال، اهو ناجح في علاقات ناجحه وده مثال. في علاقات بتقعدي بالسنين انت ما شفتيش الشخص ومعلقه. انا والله والله ولا انا حابه اوجه، يعني هي رساله لكل بنت اكتر من الشاب، يعني اكتر من الشباب، ان اللي بيقع في الموضوع ده البنات اكتر. والله 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 ما في حد، الاغلبيه ما بيكونوش صادقين، يا
يا داخل يسلي وقته، يا حابب مثلا ان انت يشوفك ان انت تعبانه وهتموتي وترجعي له، بس ده على فكره في البنات وفي الولاد، ده دلوقتي بقى في البنات وفي الولاد ان هو شخص او شخص. بصي يا روان خلينا متفقين، البنات دلوقتي بقت اكتر من الولاد بسبب ان هي مثلا ارتبطت بولد بقوا في علاقه وكده، فاللي هو لا مثلا حصلت ما بينهم قصه حبهم فشلت، فاللي هو نقعد ارتبط واخلي بقى الشخص ده حبني وتعلق بيا، فاعمل فيه اللي اتعمل فيا. لو بحب الشخص بجد عمري ما القصه تفشل يا جماعه، بس اللي بيحب بجد بيمسك فيكي بايده وسنانه. بالظبط ايوه، ما انا قصدي على كده اللي هو اوكي ماشي، هيمسك هو شايفك عشان يمسكك، هيمسكك هو بيروح يتجوزها من غير ما يشوفها، هو الجواز ما بيحصلش كده. بصي روان خلينا متفقين ان طالما الشخص ما دخلش الباب من بيته يبقى كل ده ملوش لازمه، ده كل ده مجرد وقت. اوكي بس انا عندي وجهه نظر معينه، ما تثقيش وتدي الحب، هي فتره الخطوبه اتعملت للتعارف، ما ينفعش تحط ثقه اصلا، ما تثقيش وتدي الحب والله مشاعرك لحد غير الشخص اللي بجد يستاهلها، الشخص اللي يخش بيتك من بابه، ده الشخص اللي بجد هيكون عاوزك في حاجه جد وهيصونك وهيصون مشاعرك، انما غير كده والله بيبقى مجرد وقت بس، هو بيضيع وقت. هتحبي بجد، انا مؤمنه ان انت هتحبي الشخص بجد، انت عرفتي عليه من السوشيال ميديا انت هتحبيه بجد، بس بالنسبه له الموضوع مش هي هتكوني فتره في حياته، وانت بالنسبه له فتره هو بالنسبه لك كل حاجه. بس مش هنقدر ننكر ان في علاقات دلوقتي في مجتمعنا بقت بتنجح، في ما انا بقولكش، بس انا عايزه اقول لك بتبقى علاقات قليله جدا، يعني انت هتقارني العلاقات اللي بتنجح زي العلاقات اللي بتفشل؟ هقول لك بسبب ليه، يعني احنا اساسا مجتمعنا كمجتمع شرقي وكعاداتنا وتقاليدنا وعرفنا بيرفض الموضوع ده، مجتمعنا اصلا بيرفض موضوع الارتباط بين البنت ايوه، ما عشان غير ما يدخل بيت. ايوه ما عشان كده بقول لك الموضوع ما بقاش منتشر قوي عامه. ايوه طبعا، ما انا بقول لك كده، أيوة بقول لك عارفين عاداتنا وتقاليدنا عشان كده. بس يا جماعه برضو احنا خلينا برضو متفقين ان زي ما في علاقات بتنجح زي ما في علاقات بتفشل من خلال السوشيال ميديا، وده كله بيرجع لحسب اختيار اللي انت بيختاره، يعني انا ما ينفعش اختار اي واحد داخل يتسلى وافضل مكمله معاه وابقى عارفه السبب بالظبط، وكمان ان الشخص اللي انا هختاره يعني معظم العلاقات اللي بتبقى كده بتبقى البنت اول قصه حب في حياتها، واول حب بيبقى دايما اصدق حب في حياه البنت او بيبقى اصدق حب عامه يعني. فانت بتكوني شايفه ان الشخص ده احسن شخص في الدنيا، مع انك ولو شفتيه بيتصرف ازاي مع اهله ما تعرفيش هو بار باهله ولا لا، ما تعرفيش بيتصرف ازاي مع الناس، ما شفتيش تصرفاته قدامك عشان تعرفي هو هيبقى اب كويس لاولادك فيما بعد، مش زوج ليك انت بس، ما انت ما بتبنيش حياتك ليك انت بس، ده اكيد الجواز ده مسؤوليه كبيره جدا، فانت بتبني حياتك ليكي وبتشوفي اب لاولادك، فما بتشوفيش تصرفاته، هل ده ينفع يبقى اب لاولادي، هل ده ينفع يكون، ما بتشوفوهوش على الطبيعه وبتتعلقي. طب على فكره هو بيبقى في تعارف قبل الارتباط، انا مش بروح ارتبط بيه، هو دخل قال لي بحبك فانا كمان بحبك ويلا نعيش قصه حب، نتعرف على بعض وبعد كده ناخد خطوه الارتباط. اتفق معاكي في كلامك وكل ده بيحصل اكتر في مجتمعنا، بس خلينا متفقين ان في ده وفي ده. طبعا فقرتنا خلصت، الوقت خلص للاسف، بس مش موضوعنا ما خلصش عن الكلام النهارده، هنرجع نكمل تاني، استنونا بعد الفاصل مع فقره زميلتي انجي هتتكلم عن الهجره. اهلا بيكم ورجعنا لكم بعد الفاصل بحلقه جديده من برنامجنا شباب على الهوا. فقرتنا النهارده بتتكلم عن الهجره الغير شرعيه. الهجره الغير شرعيه طبعا ليها اسباب كتير، ومن اهمها الاسباب ان احنا لما بنسافر الهجره بتكون مش مضمونه ان احنا هنوصل ولا هنعيش. ايه رايكم في الكلام ده؟ اكيد بنرحب بيكي الاول يا انجي، برحب بيكي يا جمانة، وبرحب باعزائي المشاهدين. برحب بيكي يا انجي، وبرحب بيكي يا رحمه، وبرحب باعزائي المشاهدين. بصي انا بتفق معاكي جدا طبعا، لان دي حاجه مش مضمونه، هو طريق مجهول، فبالنسبه للمهاجر هو بالنسبه لي شخص رايح في طريق مش عارف هيعمل ايه فيه بالظبط. الفكره بس ان الشباب هنا في مصر مش بيعرفوا ان هم يشتغلوا قوي، او ان هم البطاله كتير، والناس كمان اللي بتشتغل عندنا هنا المرتبات مش بتكون مجزيه معاهم، يعني ولا للايجارات ولا للمعيشه ولا للحياه عموما، فبالتالي بيلجأوا للهجره الغير شرعيه. وكمان الشباب بتبقى مقبله على الزواج، فبتبقى مضطره بقى ان هي في عندها الشقه، في عندها شبكه، في عفش، فبيلاقوش اي فرصه قدامهم غير ان هم لازم يهاجروا عشان يقدروا يوفروا الفلوس اللي تقدر تكفيهم بكده، غير ان الشباب اصلا بتبقى متعلمه ومعاهم شهادات عاليه، بس مش قادرين اصلا ان هم يشتغلوا بالكارير بتاعهم باللي حابينه، فبيضطروا يلجأوا للهجره الغير شرعيه. انا بشوف ان الهجره الغير شرعيه بيكون عليها اقبال كبير في فصل الصيف.
ايه رايكم؟ اه طبعا بتفق معاكي جدا، لان في فصل الصيف عندنا الامواج بتكون اهدى بكتير جدا من الشتاء، فعشان كده بتكون فكره الهجره بتكون اكتر في الصيف مش في الشتاء. اه انا معاكم جدا طبعا، ولان كمان في فصل الشتاء بيبقى الموج دايما متوتر، بيبقى الجو مش طبيعي، دايما بيبقى المهاجر في قلق وتوتر ان هو هيوصل ولا لا، الجو ممكن يعمل فجاه او بتاع، فبيبقى الموضوع بالنسبه له صعب جدا. بالظبط. من أهم أسباب الهجرة الغير شرعية الأسباب الاقتصادية، بالنسبة للمعيشة في مصر، الأسعار، الغلاء بتاع المعيشة نفسها، أو أنه مش عارف يجهز نفسه. هو بالنسبة لأسباب الهجرة الغير شرعية فهي بتبقى بسببها بتبقى فقر أو بطالة، بيبقى الشاب مش لاقي فرص عمل ليه ان هو يشتغل بيها، فما بيلاقيش فرصة قدامه غير ان هو لازم يسافر عشان يبتدي يكون نفسه، عشان يقدر يعيش في المجتمع، عشان طبعا دلوقتي بقت كل حاجة أصلا غالية جدا، بقى حتى لو عايز يعمل أي حاجة هو مش قادر على كده. بالظبط، بتفق معاكي جدا. كمان مقارنة بالمرتبات هنا في مصر، فزي ما قلت لك مفيش مرتبات يعتبر للشباب اللي لسه بتبدأ حياتها، فبيبتدوا إن هم يهاجروا، لأن طبعا المصاريف هناك أو المرتبات هناك بتكون أعلى بكتير جدا، فده بيساعدهم إن هم يكونوا نفسهم بشكل أسرع وبشكل أحسن، بس طبعا ده بيسبب مخاطر كتير جدا. أكيد طبعا بتفق معاكي في نقطة المرتبات، لأن المرتب لو عامل هنا بياخد 3000 جنيه مصري غير اللي بياخد 3000 جنيه دولار، 3000 يورو. ده حقيقي. طيب وبالنسبة للأثار اللي بتكون حاصلة على الشخص المهاجر نفسه أو على الأسرة، إيه رأيكوا فيها؟ هي طبعا الأسرة بتبقى عندها حالة من التوتر صعبة جدا، لأن طول الثلاث شهور اللي الشخص مسافر فيها هي مش عارفة هو عايش، هي المركبة غرقت، لأ وصل تمام، فبيبقى بالنسبة لهم الموضوع صعب جدا طبعا. بصي أنا بتفق معاكي، بس أنا شايفة إن الأكتر بيكون الأثر النفسي على المهاجر نفسه، هو في مكان ما يعرفش فيه حد، بيقعد بالظبط 3 شهور في البحر، فمكان ما فيهوش ناس يعرفهم، لو تعب ما فيش حد بيكون معاه، معهوش اصلا اوراق تثبت عنه حاجه، فدي كلها بتكون ضغوطات على المهاجر نفسه اكتر، مش كل الاهالي بتكون شايله. بس الاهالي بتتحط في مشكله ان طبعا مصاريف الهجره غير شرعيه بتبقى غاليه جدا. وانا طبعا بتفق معاكي ان المصاريف بتكون غاليه جدا، مش اقل من 200,000 جنيه، ولكن مش كل الاهالي بتكون حابه ان اولادهم يسافروا، وفي برضو طبعا اهالي ما بيكونش عندهم اهميه، المهم ان ابنهم ده يسافر بس يجيب لهم فلوس. بالظبط. فايوه ما انا عشان كده بقول لك، فبتضطر الاهالي ان هي تلجا ان هي تقسط مثلا الفلوس اللي هو جزء لما الشخص يسافر الدوله المهاجره، وبيرجعوا يدفعوا الباقي لما يسافر، وحتى لو المهاجر ده ما وصلش البلد اللي هو مسافرها فهم بيضطروا يدفعوا برضو المبلغ كامل. بس انا بقترح عليكي ان ما ينفعش الاقساط، يعني في حاليا ما بقاش موجود فكره الاقساط دي، ما مش موجوده خالص دلوقتي، يعني هو بيدفع المبلغ كامل، وطبعا هو مش شرط ان هو يعني يدفع المبلغ ويطلع فعلا هيهاجر او ان هو يسافر. ما هي دي الفكره. بلد هو عايزها. لا بالعكس، ممكن يكون اصلا دي ممكن تكون عصابه. أيوه. تجار اعضاء، تجاره بشريه، حاجات كتير جدا. وبعد ما بيكون معاهم المهاجر ده بيبتدوا ان هم يتواصلوا مع اهله يطلبوا كمان فديه تاني، فدي من المخاطر اللي هو بيقع فيها المهاجر للاسف. انا طبعا بتفق معاها جدا، لان مش كل الناس مضمونه، انت ممكن تكوني متفقه مع شخص لو انت هتسفري حد من الاسره، ولكن في الاخر بيقول لك اضمن لك ان هو هيوصل، اضمن لك ان هو هيبقى عايش كويس، ولكن مش اقل من 3 شهور بيعيش في عذاب حرفيا، قله اكل، قله نوم، قله شرب، كل حاجه بتكون ناقصه عنده، والمخاطر برضو عليه بتكون صعبه، يعني ان هو يقعد كذا كذا يوم في البحر، فدي بتكون صعبه جدا عليه. اكيد طبعا، زي ما قلت لك من ضمن المخاطر تجاره الاعضاء، تجاره الاعضاء البشريه، دي كلها من ضمن المخاطر، هو اصلا ممكن ما يوصلش. ايوه ما هي الفكره في كده، ان هو صعب اصلا، اللي هو مش مؤكد ان هو يوصل. لا مش شرط ان هو ممكن يوصل، ممكن يكون غريق في وسط الفتره اللي هو قاعد فيها في البحر، لان هي فتره كبيره جدا. أيوة. فدي كلها مخاطر هو بيمر بيها، ومش يوم او اتنين، دي فتره طويله جدا. هو طبعا بيكون اقل فتره ممكن يقعدها 3-4 ايام في البحر، فدي طبعا بتكون فتره مش موجود فيها اكل كتير، بيكون الاكل طبعا قليل جدا معاهم، بتكون المركب صغيره، ده غير ان المركب بتكون ما لهاش لازمه يعتبر، لان المركب اللي بتروح ما بترجعش تاني،
المركب بتكون خلاص، اللي هو انت هتروح لإما هتغرق بيكم في نص البحر لإما هتكمل بيكم، وهي راجعة هتغرق بالضبط. فالأهالي طبعا ما بتكونش ضامنة ان ابنهم هيوصل. اكيد بتفق معاكي، بس كمان خليني اقولك حاجة او اوضح لأعزائي المشاهدين حاجة، ان فكرة الهجرة مش موجودة بس في مصر، في دول كتير جدا بيحصل فيهم كل الدول. لان في بعض الناس متخيلين ان الهجره الغير شرعيه موجوده عندنا فقط في مصر، لا طبعا هي موجوده في دول كتير جدا، بتكون في دول الاتحاد الاوروبي كله يعني، مش موجوده وبنفس الطريقه وبنفس الشكل وبنفس المخاطر، كل الحاجات دي موجوده في كل الدول، فهي الفكره بس مش في مصر فقط. ايوه انا طبعا معاكي طبعا جدا في الكلام ده، ولكن برضو انا مش شايفه ان ده سبب رئيسي يخليه ان هو يسافر. يعني ايه اللي بيخليه ان هو مضطر انه يسافر؟ هو زي ما قلت لك ان هو بيحب، حابب ان هو يلحق نفسه او ان هو يكون نفسه. بس انا شايفه ان مش كل الناس اللي بتسافر هي حابه الموضوع. يعني عندك مثال حي، السويسي في الفتره الاخيره اتشهر جدا على التيك توك، هو تيك توكر، ولكن في معظم فيديوهاته بيقول ان انا ما كنتش حابب اسافر. بالظبط، انا لقيتهم هما 13 سنه فعلا، وهو دلوقتي حاجة. يعني قاعد حوالي 13 سنه مش عارف ينزل مصر. يعني فكره ان القانون الايطالي برضو او قانون الاتحاد الاوروبي كله عامه صعب، يعني تقريبا علشان ياخد الاقامه هناك ويعرف ان هو يرجع مصر مش اقل من 6 سنين. بس هو فعلا بياخد وقت كتير جدا، سواء في يعني لحد ما بيوصل او ان هو بيقعد هناك. وفي ناس بتبقى مسافره هي حابه ان هي تبتدي حياه جديده بره، تكسب ثقافه، تكسب حريه اكتر، التعليم هناك بيكون طبعا افضل. انا قريتكم في الحته دي لسبب، ان انا حاسه ان مفيش حد هيحط نفسه في الضغوط دي الا لما يكون هو لازم يكون حابب السفر، مش هيحط نفسه كل المعارض اللي هو هيواجهها دي. لا مش شرط، هو فعلا زي ما انجي ذكرت ان السويسي ده مثال حي ان هو ما كانش حابب السفر، مسافر غصب عنه، وبالفعل بقى له كذا سنه مسافر ومهاجر ومش عارف ينزل مصر، وفعلا هو ابتدى ان هو يحقق مبالغ حلوه جدا، بس برضه هو لحد النهارده مش راضي عن فكره السفر ومش عارف ان هو يرجع. ايوه انا بشوف في معظم فيديوهاته ان هو لحد الان بيقول انا عايز ارجع مصر بس انا مش عارف، مع ان انا شايفه ان موضوع الاعفاء بتاع الجيش، اللي هو ان هو طبعا عنده اخ، فالاعفاء بتاع الجيش دلوقتي بقى سهل، ولكن بيطلب مبلغ كبير، يعني مش اقل من 5000 يورو علشان يعرف ان هو ياخد الاعفاء ويرجع مصر تاني. ما هو فعلا بيبقى الموضوع صعب في كده. بصي خلينا متفقين برضو ان الموضوع مش بيعدي بالسهوله دي. يعني الموضوع ده لما بيتكشف او ان هم بيترحل حد مثلا من المهاجرين او من الناس اللي مخليهم يسافروا، ده بيكون في عقوبه جامده جدا سواء على المهاجر او الناس اللي مخليه. بالظبط، فالعقوبه دي ما بتكونش سهله طبعا. العقوبه طبعا بتكون مبالغ ماليه وحبس. بالنسبه للمهاجر الحبس بيكون 5 سنوات مشدد، تمام، والغرامه بتبدا من 200,000 جنيه ل 500,000 جنيه، مش اقل من كده. وبالنسبه للي بيساعد على الهجره فبيبقى برده الحبس مشدد والغرامه بتبقى من 5 مليون فيما فوق. انا شايفه ان اللي بيساعد على الهجره هو في الاول غلطان، لان دي حاجه المفروض ان هي ضد القانون. هو طبعا بيبقى مجرم لان هو بيبقى بيساعدهم على كده. بصي هو اكيد بيكون مجرم طبعا. أيوة. مفيش اختلاف على كده، بس الفكره ان هو المهاجر نفسه حط نفسه في الخطر، فاكيد محدش هيجي يخاف عليه اكتر من نفسه. هما بالنسبه لهم ده شغل، فخلاص انت حابب ان انت تهاجر او ان انت تسافر، احنا كل اللي بنعمله ان احنا بناخد منك مبلغ بنعديك البحر مش اكتر من كده، فبالنسبه لهم ده بيزنس مش اكتر من كده. بس انا بعارض معاكي لان مش كلهم بيعدوا البحر، في منهم كتير جدا بيختفوا في البحر ما بنعرفش عنهم معلومات، دي طبعا الاهالي بتعتبر ان هو خلاص. الفكره ان مفيش تامين اصلا زي ما قلنا من شويه، ان هو بيرمي نفسه في الخطر، مفيش تأمين، هو مسافر اكتر من 6 ايام في البحر او 3 شهور في البحر، سوري، مركب 15 متر، فطبيعي ان هو مش بنسبه 100% هيوصل، لا طبعا الموضوع بيكون صعب جدا فوق طبعا. للاسف وقت فقرتنا خلص، ولكن حلقتنا لسه ما خلصتش، اتمنى كل الاهالي تفكر كويس في الموضوع ده قبل ما هي تورط ابنهم في اي حاجه. انتظرونا في الحلقه الجديده.